قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم بنات تزيد الله خيرا، مرحبا بكم في القناة أم فاطمة مشان. لا فيديو تاعنا تاع اليوم حتكون تكميلة يعني للفيديو اللي فات، فيديو تاع الصابلي مالح. فوالا يعني كما وعدتكم يعني المرة اللي فاتت درنا الصابلي مع بعض، اليوم إن شاء الله حنشارك معكم يعني لا مستعدات. قبل ما ندخلوا في الوصفة تاعنا، أنت يا حبيبتي على عيدي وراسي، إذا أول مرة دخلتي القناة تاعي ما تنسيش تضغطي على كلمة اشتراك او صابوني، دعميني باللايك حبيبتي او شير اذا عجبك الفيديو بطبيعة الحال. الوغ كلمة قادرة بسم الله، يعني مكونات يعني بسيطة، ما منبغيش نكثر بزاف يعني المقادير، كاين اللي يقدر كاين اللي ما يقدرش. فوالا كيما راكي تشوفي عندنا الدجاج، فوالا يعني الدجاج طيبته غير بالشربة، فوالا كان طيبته بالشربة فتت بالشكل هذا. عندي يعني نص حبة تاع بصل، عندي الجبن تاعي يعني متوفر عندي يعني النوعية هذه، أنت هي النوعية اللي متوفر عندك يعني ضيفيها ما يهمش. فوالا ألوغ نروحو نقلي يعني شوية بصل تاعي والدجاج يعني في شوية الزيت وقليلا تاع الملح وشوية فلفل كحل، نعاود نرجع لكم إن شاء الله نكملو الوصفة تاعنا. ربتي بعد ما قليت هذيك يعني بصل يعني كما قلت لكم شوية الزيت والملح وفلفل كحل كما راكم تشوفوا، تبلتو غير شوية. ألوغ هنا نجيبو لاشواغ تاعنا، نرفعو هذاك الدجاج والبصل والجبن، نحلو الجبن تاعنا، نضيفو هذاك الجبن تاعنا في العشوائي تاعنا، نسيلنا ما نضيفوش كامل، عندي كمية قليلة تاع الدجاج كامل. نشوفو هنا خاصة يعني الجبن نضيفو كامل، نعاود نحيه يعني حتى تحصلو على شكل يعني بوماد. إذا شتي يعني جاك يعني ثقيل الخليط تاعك يعني ثقيل بالشكل هذا، هنا يعني تقدري تضيفي كمية تاع حليب أو كريمة إذا متوفرة عندك، أنا مش متوفرة عندي كريمة، نضيف الحليب. فوالا فوالا حبيبتي تحصلي على النتيجة هذي كما راكي تشوفي. فوالا نحي كمية على جهة، كمية نخليها يعني في لاشواغ تاعي نسحقها، نضيفها في لاكوشا دوي مباشرة، قلت لك نحي كمية كمية نخليها في لاشواغ. هنا نرجع هذاك الموس تاع لاشواغ تاعنا. هنا حبوباتي كما راكم تشوفوا هنا عندي كمية قليلة تاع السبانخ او السلق كما نقولوا، يعني ثبلتها غير شوية زيت والملح وفلفل كحل كما راكم تشوفوا، نضيفها يعني مع هذيك الكمية اللي خليتها، نعاود نرحيهم نفس الطريقة. على حبوباتي أنا هنا نحيت يعني الصابلي تاعي فوالا كما راكم تشوفوا، اللي حطيتو يعني في المجمد ما يصعلو حتى حاجة، يبقى كما كان فوالا.
يعني تقدري يعني ديري كميه كبيره تحتفظي بها يعني في المجمد للشهر الكريم اذا حيانا ربي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين وما مفقودين. الوصفه هذه تنفع بزاف بزاف يعني للشهر الكريم. اصلا انا يعني اني نحاول يعني كل مره نجيب لكم وصفه يعني خفيفه تكون سهله يعني للشهر الكريم باذن الله تعالى. الو هنا هذا هو يعني النتيجه يعني بعد ما درنا هذاك السبانخ. انت اذا ما يعني ما تحبيش السبانخ يعني تقدري تستغني على هذه المرحله هذه. هنا هنا نحطوا كامل هذاك لاموس اللي درناها في لابوشاك اللي تاعنا. فوالا فوالا كما راكم تشوفوا وجدت يعني الكميه هذه يعني تكفيني. الله هنا نحاول يعني نفرغ. لاموس تاعي على شكل دي غوزاز او يعني الشكل اللي حبيتيه نتيا. انا ما نبغيش يجيني خشن نبه ندير هذه فوق هذه ما نحبهمش انا هكاك. يعني نبغي يجيني ندير طبقه واحده فوالا بالشكل هذا. هنا كملت يعني هذاك يعني لاموس اللي درت لها يعني السبانخ. فوالا فوالا بعد ما كملت كامل لاموس تاعي تاع الدجاج كما راكم تشوفوا بالشكل هذا. يعني طريقه سهله يعني نص تاع ربع تاع الدجاج يعني تقدري ديري كميه كبيره. الو هنا نروح لطريقه التزيين. يعني التزيين اختياري كما حبيتي نتيا كل واحد يزين على حسب الرغبه تاعو. فوالا على هنا نوجد المكونات اللي نزين بهم. فوالا حبوباتي صابلي صالي تاعي بعد ما زينته بالشكل هذا. يعني التزيين خفيف على طريقة تاعي يعني ما كلفتش كامل روحي. يعني حبه فلفل حمراء وحبه يعني الصفراء يعني طرشي وشويه تاع المعدنوس. يعني زينت صابلي تاعي يعني على خفوفي. انتيا اذا عندك الزيتون الكحل ولا انا ماهوش متوفر عندي. متوفر عندي غير يعني الزيتون الاخضر هذا. انتيا يعني زينيها كيما حبيتي. كل واحد يعني تزين يرجع لك انتيا بطبيعه الحال. فوالا الوصفه هذه تنفعنا بزاف بزاف يعني في رمضان ان شاء الله. يعني تشبحي المائده تاعك يعني بالمملحات. يعني ان شاء الله للقدام نجيب لكم يعني التحضيرات يعني نحضر معكم يعني لي كورني. وان شاء الله يعني اذا ما كفتنيش يعني العلبه هذه يعني لا اصلا هذو حضرتهم الشهر الكريم ان شاء الله. درتهم في المجمد كما راكم تشوفوا. يعني نحتفظ بهم يعني كي نسحق نسيبهم عندي واجدين بلا ما نكلف روح. خصوصا هذه الصوالح الصغار هذو يشدوا بزاف اليد. يعني نحاولوا يعني من دروك نحضروهم نديروهم في المجمد يعني الشهر الكريم ان شاء الله نصيبوا يعني واجدين. فوالا كما قلت لك ان شاء الله نجيب لكم يعني وصفات اللي يكونوا سهله وبسيطه يعني نحضروهم مع بعض باذن الله تعالى. وخليكم معايا حبوباتي اللي مازال ما اشتركتش في القناه تشتركي في القناه. دعميني باللايك حبيبتي ما تنسينيش. ان شاء الله بنكمل لقدام كما قلت لك نجيب لك دائما وصفات يعني وصفات اللي يكونوا يعني تكون سهله وبسيطه وما تكلفكش بزاف. فوالا راكم تشوفوا يعني الشكل جميل. قولي راني في الجنان ورود الخضوريه اصلا رانا في ربيع ان شاء الله. يعني ربي ينور ايامكم باذن الله تعالى. فوالا حبوباتي مع السلامه.